الحمد لله رب العالمين. يعني انا يوسف الدوري زي ما كلكم عارفين لعيب رؤيه، وكنت اعرف النادي النصر الحمد لله، فبستغل فتره التوقف بتاعتي في شغلي اللي هو عبد العمر شغال على بلاي، وناس كتير قوي تعرف الكلام ده الحمد لله رب العالمين. يعني اسرتي كلها مسؤوله مني، فانا كبير واسرتي الحمد لله. فبشتغل في فتره التوقف زي ما كلكم عارفين، ولما الدوري بيبدا برجع الدوري بتاعي. فالحمد لله ما عنديش راحه ان انا اريح فيها حتى ولو بنفس فيه. انا الحمد لله رب العالمين بحيي ربنا، بس حابب اوعدكم الوعد ده ان شاء الله رب العالمين، ان السنه الجايه هتشوف اخوكم يوسف بدوري ممتاز ان شاء الله منتخب مصر.